السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. ان شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم واحد البهله. الاختلاف هو انه غادي نخدم الزبده مع السنيده، عاد غادي والطحين، عاد غنضيف الزيت. ممكن واحد الاختلاف بسيط على البهله اللي كنت فايزه حاطه من قبل. وهنا عوض الخميره المعجونه غندير الخميره الفوريه. اذا ان شاء الله بعد الصلاه والسلام على رسول الله نبدأ من المقادير. هنا غنحتاج 1 كيلو ديال الفرص. انا خدمت بجوهرات المدينه اللي هي زعما العادي ديال اللي كنخدموا به الخبز والمسمن. هنا 2 كيسان ديال العلبه ديال السنيده وجوج كيسان ديال العلبه ديال الزيت. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وربعه ديال الزبده. انا استعملت زبده عاديه جدا. هنا كاس ديال العنبه ديال الزنجال محمر، كاس ديال اللوز محمر ومهرمش. انا راه فوت لي واحد شويه ديال الترميشه، المهم نتوما حاولوا تخليوه شويه هكا صحيح عليه. عندنا هنا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، وعندنا 14 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. اذا انا غندير سنيده في بوطه الشنه، وغادي نضيف ليها الزبده، وغادي نشعل عليها الماكينة. من بعد ما حسيت بالزبدة راه تمزجات، ديال خاصة غندير واحد الضريبة. شوف راه غنضيف هنا دابا الخميرة، غنضيف هذا الخميرة والقرفة والطحين وخميرة الحلويات باش يتبسبسو مزيان. عاد غنزيد هاد اللوز مع الزنجلان، وعاد غادي نزيد الزيت ان شاء الله. الزبده من هنا هذا كيف قبل راه كيلو ديال الفرص. غندير النص ديالو هو الاول، عاد نبدا نضيف شوي بشويه. كما شفتوا راه حنا درتش الطحين كامل، خاطر يشرب ليا لانه كنت مخلت بجوهره. انا غادي نشوف، خص ضروري تحرك لانه هانتوما دابا هنايا راه مازال كنحس بالزبده باقا لتحت، مازال ما تمزجاتش مع هاد الشيء مزيان. انا غنحركها هكا صافي، نولي ثاني نخدم الماكينة. عرفتي شنو درت البنات؟ خمشيت غربلت الخميرة لحقاش لقيتها شوية محببة، دائما من الأحسن تغربل. صافي نضيفها حتى هي، ونضيف هذاك اللوز والزنجلان. نعاود نخلط، نعاود
دير هنايا كيف ما شفتو، راه تجمعات ساهله في الجميع، شفتو ساهله تكور، وانا ما بغيتش تكون بحال هكا، تكون شويه ماشي سهله، باش هكا كتشقق مزيان. اذا غنكمل هاد شويه وبالتالي غندخلو، غيكون عندنا في المقادير كيلو ديال الطحين العادي ديال الخبز، وكاس ونص اولا جوج لاروب، جوج كيسان لاروب ديال العلبه ديال الزيت. هذاك الشيء علاش قلت لكم انا دائما الزيت كتبقى هي الاخره، باش هي اللي كنجمعوا بها وكنشوفوا لا تيكستور اللي بغينا، واش مفهمتوا؟ حنا هنايا بغيناها تكون ما خفيفاش، تكون شويه شاده في راسها. انا هنا درت هاد الحبات، نديرهم كتجربه اولى ونشوف الفران عندي كيفاش خاصو يكون. المهم انا سخنته دابا وغادي ندخلها، وقبل ما ندخلها غادي ندير هنا وغندير واحد باش نقربها، غادي نضغط واحد الضغيطه، واحد الضغيطه بحال هكا على كل وحده فيهم. هذا هو السر ديال صحابه البهله ديال الملاح ديال الناس ديال الجديده، غير هي هذيك عندها مقادير اخرى وطيابها في فران واحد في الجديده. حنا اليوم ان شاء الله غنطيبوا هذه الفران ديالنا ويكون خير. البنات البهله وجدات، نتمنى ان شاء الله تجربوها، جات مشققه جات بنينه. حاجه واحده ننصحكم بها هو فران ديال الزنقه، كيعطيها واحد اللون موحد. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.